طيب خلينا نروح مع حضراتكم الخبر الحقيقة منتشر جدا وناس كتير بتتكلم عليه، هو طبعا متعلق بفيروس كورونا. في أخبار كتير جدا تبدو إيجابية ولكن البعض قلقان منها. إيه الأخبار دي؟ الأخبار انتشرت عن إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة في عدة بلدان منها بريطانيا وفرنسا، ده من يوم الجمعة القادمة، كمان في إيطاليا بعد تراجع حالات الإصابة بكورونا بنسبة 30%. واضح انه كمان في الايام اللي جايه هيكون في الغاء لاجراءات كورونا في عدد من الدول، ده في حين ان في بعض الدول الاوروبيه كمان شايفه انه ده او هذه القرارات لسه بدري عليها شويه. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من دكتور فؤاد عوده رئيس الرابطه الطبيه الاوروبيه الشرق اوسطيه. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير، صباح الخير للجميع، وصباح الخير يا مصر. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني الحقيقه يا دكتور شايفين قرارات متباينة في الدول الأوروبية، بين بعض الدول الأوروبية في دول زي بريطانيا، دنمارك، فرنسا شايفة أنه دلوقتي الوقت المناسب لتخفيف إجراءات كورونا، ربما كمان إلغائها. وفي بعض الدول الأخرى شايفة زي أسبانيا مثلا شايفة أنه لا، ده لسه من المبكر. سؤال حضرتك يا فندم، مبدئيا كيف ترى هذه القرارات؟ هل ده الوقت المناسب لها أم لسه شوية يعني على اتخاذ هذه الإجراءات؟ نعم، بالنسبة إلى هاي الإجراءات حسب رأيي بتعلق في كل دولة والمؤشرات الموجودة في كل دولة. عالميا نذكر أنه تقريبا أزيد من 400 مليون مصاب في العالم في آخر من بداية أوميكرون، توفى نصف مليون شخص وأصيب أزيد من 130 مليون في هاي الفترة القصيرة من بداية الأوميكرون. وهذا ماذا يعني؟ يعني أنه إثبات أنه الأوميكرون والمتحورات ينتشر بسرعة، وفي نفس الوقت زي ما ذكرنا لا يسبب أعراض خطيرة. عشان هيك كثير من الدول مثل إيطاليا والدول اللي حضرتك ذكرتيها في تراجع، وعالميا في تراجع كبير بالنسبة للإحصائيات. بس في نفس الوقت لازم نأخذ في عين الاعتبار إحنا في مرحلة التعايش مع الفيروس، ونتأمل بأسرع وقت ممكن أنه يغدى مناعة جماعية بالعالم. حتى الآن تم التطعيم تقريبا 54% من سكان العالم، عشان هيك احنا لازم نوصل لتطعيم جماعي ازيد من 70% في العالم. عشان هيك كل دولة حسب الضغط على المستشفيات، حسب الضغط على غرف الانعاش، حسب كم شخص مصاب بين كل 100,000 شخص، وحسب عدد اللي بتوفوا بيعملوا هاي الإجراءات. بس مش دائما كل هاي الإجراءات هي إجراءات صحية، في منها إلها تأثير سياسي، عشان هيك تختلف من دولة لدولة. لأنه إحنا بنعرف أغلب الدول الأوروبية الأحزاب الوسط اليمين أو اليمين المتطرف بدها فتح تماماً وبدون استعمال الكمامة، وينتقدوا التطعيم واللقاحات. عشان هيك أنا متفائل بداية نهاية الأعراض الخطيرة، بداية نهاية الموجة الرابعة، موجة الغير متطعمين، موجة الانتشار بين الأطفال. طيب دكتور، قلت انه الموقف ده بيتحدد على حسب كل دوله وعلى حسب ظروفها، في مناطق بيضاء مناطق حمراء، فالموضوع بيختلف من دوله الى اخرى. هل شايف ان ده قرار مناسب؟ احنا مش بنتكلم في تخفيف اجراءات احترازيه وقائيه، احنا بنتكلم في الغاء هذه الاجراءات. وزي ما حضرتك عارف ان هذه الدول مفتوح، العالم كله مفتوح على بعضه، فبالتالي اي دوله بيكون منتشر فيها فيروس كورونا بشكل كبير جدا، مفيش فيها تطعيمات، وارد ان حد منها يسافر الى دوله اخرى من هذه الدول اللي قامت بتخفيف الاجراءات، فبالتالي نرجع مره تانية نعاني من فيروس كورونا كما لو كنا بنبتدي لسه من البدايه.
نعم، النقطة المهمة إنه مثلا ناخذ الإجراءات اللي من يوم الجمعة في إيطاليا وكثير في الدول الأوروبية، عدم استعمال الكمامة بالأماكن المفتوحة. هاي إجراء بنعرف إنه في يجب استعمال الكمامة في الأماكن المغلقة لأنه الانتشار قوي. اليوم وصلنا كل شخص يعدي 16 شخص، وآخر سلالة BA.2 أقوى انتشارا من سلالة أوميكرون الأصلية، وخصوصا في الأماكن المغلقة. عشان هيك هذا الإجراء، مثلا استعمال الكمامات في الأماكن المفتوحة وغير إجباري، هاي قرار يعني من ناحية طبية مقبول. بس اللي غير مقبول واللي احنا نكرر فيه، وحتى الآن كثير من الدول في أفريقيا وفي الدول العربية وتقريبا أفريقيا، كل 4 أطباء 3 ما وصلهم مش التطعيم. هذا خطر للعالم، صحيح، وخطر إنه يتكون متحورات جديدة. هاي النقطة اللي لازم احنا عشان نقول إنه ربحنا الحرب ضد كورونا فيروس، لازم نوصل التطعيم واللقاحات إلى الدول الفقيرة دي والدول نقطة محورية الحقيقة يا دكتور. العربية. يعني دكتور فؤاد، دي نقطة محورية الحقيقة، إنه يعني هو طبعا خبر إيجابي إحنا كان نفسنا نسمعه من زمان، ولكن في نفس الوقت إحنا أمام متحورات لفيروس كورونا. يمكن كل كام يوم بنسمع أخبار عن متحور جديد، وما نعرفش يعني هذا المتحور إن كانت هتستمر فكرة حدة تخفيف طبعا أو خفة حدة الأعراض مع زيادة الانتشار، مش عارفين هل ده هيستمر ولا لأ. فسؤالي لحضرتك يا فندم، هل العالم في مأمن من فكرة المتحورات، متحورات فيروس كورونا؟ يعني هل هتستمر، أو حسب طبعا خصائص الفيروسات، هل هتستمر فكرة خفة حدة الأعراض فبالتالي العالم في مأمن، أم إحنا أمام سيناريوهات غير معروفة؟ لا، العالم في حسب التاريخ والفيروسات، العالم في مرحلة الانتهاء الأعراض الخطيرة حسب التاريخ ودراسة الفيروسات. مين متابع الفيروسات بيعرف انه الفيروس كل ما لما يوصل لدرجه انتشار قوي، متحورات تزداد، معناته بدايه نهايه الفيروس كورونا. وده اليوم احنا بنشوف الفيروس لما بدا كان يعدي كل شخص يعدي شخصين ونص، في سلاله دلتا كل شخص كان يعدي 7 اشخاص، في أوميكرون الأول كل شخص كان يعدي 12 شخص، في أوميكرون الأخير BA.2 كل شخص بيعدي 16 شخص. في نفس هاي الدرجات بنشوف إنه كل ما ينتشر وبتقوى الانتشاره. في نفس الوقت الأعراض خفيفة وبنشوفه من غرف الإنعاش وفي المستشفيات. في هنا نقطة مهمة، وإذا بتسمحي لي حساسة مهمة، وإذا بنشوف في المدة الأخيرة زيادة الانتشار قوي، عدد المصابين ارتفع، الأعراض خفيفة بس ارتفع عدد اللي توفوا. ليش ارتفع عدد اللي توفوا؟ لأنه في موجة الغير متطعمين، لما الفيروس عنده احتمال يوصل للجميع بوصل أشخاص كثير اللي عندهم أمراض مزمنة، أمراض السرطان، أمراض السكري، أمراض القلب، الأطفال. موجة ولا مرة شفنا الأطفال مثل الموجة الأولى والموجة الثانية، مثل في هاي الموجة عدد كبير من الأطفال يدخلون إلى غرف الإنعاش. تقريبا صاروا 27% من المصابين عالميا هم الأطفال والشباب. نسبة عشان كبيرة هيك طبعا لازم نستمر بالوقاية، إنه ما لا يوصل إلى الأشخاص الغير متطعمين مع أمراض مزمنة. في عنا للأسف في إيطاليا كثير من
المسنين دخلوا في المستشفى وهم غير متطعمين لانهم بدون مش التطعيم، موجود نسبه كبيره من المسنين في هاي الدرجه. عشان هيك بقول لك طيب، وده الاوميكرون اعراضه خفيفه وانتشر قوي، ليش سبب عدد كبير من التوفي في هاي المرحله؟ السبب انه غير متطعمين، 80% من الموجودين في المستشفيات غير متطعمين، وكثير منهم عندهم امراض مزمنه. طيب عظيم، بما ان حضرتك بتتكلم عن ايطاليا، احنا شايفين انخفاض في نسب الاصابات، فعايزين نعرف ايه الاجراءات اللي اتخذتها الحكومه هناك، وايه اكتر لقاحات المنتشره في ايطاليا؟ نعم، بايطاليا بالنسبه للاجراءات حسب رايي بعد ما تعلمت كثير من الاغلاط من الموجه الاولى، كل الاجراءات في المده الاخيره كانت صحيه. عشان هيك الاجراءات الاولى انه قاعدين بيشوفوا الاربع نقاط مهمه: تركيز على غرف الانعاش تراجع، تركيز على المستشفيات بتراجع، الاحصائيات ارتفعت بسرعه بس بتتراجع بسرعه. وعشان هيك من يوم الجمعه استعمال الكمامه بالاماكن المفتوحه غير اجباري، في نفس الوقت الاجراء اللي سبب كثير من المظاهرات والانتقادات من الغير متطعمين، وهو استعمال جواز أو شهادة المرور الإجباري والمسحات، خصوصا بالمواصلات، بالذهاب إلى المستشفيات، الذهاب إلى المتاحف، الذهاب إلى المطاعم. عشان هيك حسب رأي إيطاليا عملت قرار إيجابي. طيب دكتور معلش، ممكن توضح لنا بس دكتور، فممكن توضح لنا إيه هي شهادة المرور الإجباري؟ وأيضا في إجراء آخر تم الحديث عنه في إيطاليا، وإنه فرض غرامة على غير طبعا الملقحين فوق سن 50 سنة كمان. نعم، هاي كل هذه الإجراءات عشان من طرف ترتفع نسبة المتطعمين. اليوم وصلت 91% في إيطاليا المتطعمين مع جرعة واحدة. الجواز المرور الأخطر الإجباري هو شهادة الشخص بأخذه بعد التطعيم. هسه مفتوح تقريبا بعد 3 جرعات أو بعد جرعتين وأصيب بعد الجرعة الثانية. كل الأشخاص اللي عملوا 3 جرعات أو جرعتين وأصيب بعد الجرعة الثانية وإثبات إنه تعافى، عنده جواز مرور أخضر مفتوح لاستعماله في كل المحلات. بتعلق من لون للون المحافظة. في نفس الوقت في أشخاص اللي ما عملوش تطعيم، إجباري التطعيم بعد جيل 50 سنة، وإذا البوليس بشوفه في الشارع، في مراقبة في الشوارع على شهادة المرور الأخضر أو على المسحة. وإذا الشخص مش عامل التطعيم بيدفع ضريبة. وفي نفس الإشي بسموه جواز المرور الأخضر الكوي أو اللي فقط مع مسحة، وخصوصا استعمال المواصلات، استعمال عظيم. ودي نقطة مهمة جدا، وإجراءات قامت بها الحكومة، ودي كانت من ضمن الأسباب اللي قللت أعداد الإصابات. طبعا خطوة مهمة كلنا كنا في انتظارها، إلغاء الإجراءات الاحترازية، لكن نتمنى أن يكون هذا القرار مدروس، وأن يكون في توزيع عادل للقاحات حتى ننتصر في هذه المعركة. دكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، شكرا جزيلا لك.